شيفر سانتي. في شيفر سانتي قدموا لكم أهم الأرقام الرسمية المتقدمة لتونس، واليوم ولسوء الحظ نحب نقدم لكم بكل أسف كبير رقم ما يفرحش برشا. تواصل هجرة الأدمغة التونسية وأكثر الأطباء، ورسميا تم قبول عدد كبير من أطباء التوانسة للعمل في فرنسا. نعطيكم الرقم لليوم، نحكيه على قبول 364 طبيب عام، 199 طبيب لكبار السن، 125 طبيب ريانيماتور، 120 إرجانتيست، 115 بسيكاتر، 101 راديولوج، 89 جينيكولوج و86 بيدياتر. هذه كفاءة تونسية وقرأت في مدارس تونسية ولكن مش تتمتع بخدماتها خارج حدود الوطن. ويبقى السؤال المطروح، وقتاش تقف العملية هذية؟ وقتاش اليوم يتم الكف من هجرة أدمغتنا التونسية وخاصة الأطباء؟ كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لي. شيفر سانتي.